ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 13 في تاريخه بعد ما تخطى عقبة الوداد المغربي بتكرار الفوز عليه في ماتش الإياب 3-1. مباراة طبعا كانت ممتازة للنادي الأهلي، نتيجة وأداء وطبعا هدف حسين الشحات الأكيد الأكثر من رائع. بنضيف ماتش الإياب لماتش الذهاب، بنشوف انتصار ساحق للنادي الأهلي على الوداد بإجمالي نتيجة الماتشين 5-1، طبعا نتيجة كبيرة جدا ممكن محدش كان متوقعها قوي، خصوصا نادي الوداد يعني في السنوات الأخيرة كان ند قوي للنادي الأهلي واخد منه بطولة في الفاينل. لكن النادي الأهلي مع موسيماني قدر ان هو يتخطى عقبة الوداد، وكمان حتى موسيماني نفسه أنهى عقدته مع الوداد ان هو قبل كده ما كانش قدر يكسبه، المرة دي بيفوز عليه مرتين خلال أقل من 10 أيام، بيفوز عليه في الدار البيضاء 2-0 وبيكرر الفوز في القاهرة 3-1. طيب فوز النهارده 3-1 اتحقق ازاي؟ ايه مميزات النادي الاهلي؟ ايه التريك اللي عملها موسيماني عشان يخلي انخيل جاموندي المدير الفني الارجنتيني نادي الوداد يغامر طبعا عشان يعوض نتيجه الذهاب، فبدل ما يعوض النتيجه لقى نفسه بيخسر بثلاثيه جديده وحتى اكتر من نتيجه الذهاب. طيب المباراه بدات، الفرقتين بيلعبوا بنفس التكتيك بتاعهم ما تغيرش، الوداد بيلعب 4-3-3 بتاعته اللي شفناها في ماتش الذهاب بس مع تغيير في مركز المساكين. نزل طبعا كومارا اللي كان غايب في ماتش الذهاب لانه كان مصاب، ودخل جبران اللي لعب مكانه في مركز المساك، دخل لعيب خط وسط ملعب، ودي ربما كانت النقطة اللي جماهير الوداد يعني كانت بتنتقد الجهاز الفني عليها، ازاي تلاعب لعيب خط وسط لعيب ومساك قدام النادي الاهلي في ماتش زي ده. ايا كان الماتش خلص، والنهارده الراجل عدل صفوفه ولعب بالتشكيل بتاعه المفروض هو كان بيلعب بيه في الدوري لنهايه الاسابيع. على الناحيه الثانيه الاهلي لعب بنفس التشكيل مع تغيير وحيد فقط، خروج علي معلول المصاب ودخول احمد فتحي في مركز الباك الشمال. ايه بقى التركيه اللي عملها موسيماني في بدايه المباراه؟ كانت واضحه قوي 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 من الثانيه الاولى، واضح جدا ان هي لعبه متفق عليها ما بين لعيبه النادي الاهلي لسحب لعيبه الوداد واستغلال الدفعه اللي هم اكيد جايين يعملوها هنا عشان يعوضوا نتيجه الذهاب. الفريق مغلوب 2-0 عايز اكيد يحط النادي الاهلي تحت الضغط بان هو يحرز هدف مبكر. ببساطه النادي الاهلي مع موسيماني بيبدا التحضير بتاعه من عند الشناوي. لو تفتكروا مع رينيه فايلر كنا دايما بنتكلم في تحليل ماتشات الاهلي مع رينيه فايلر، ان رينيه فايلر بيعمل البيلدينج اب بتاعه والتحضير من ورا ولكن بلمسه واحده سريعه. يعني ايه؟ يعني الشناوي يلعب الكوره مثلا لايمن اشرف يستلم ويباصي لمثلا علي معلول، علي معلول يستلم ويباصي، فكنت بتلاقي سرعه تحول النادي الاهلي، كنا دايما بنتكلم على الحته دي كتير، سرعه تحول النادي الاهلي من نص ملعبه لنص ملعب المنافس سريع قوي. كرة النادي الاهلي سريعة، الهجمة ممكن تتعمل في دقيقتين او ثلاث دقايق ماكسيمم عشان يقدر يوصل لمرمى المنافس، وكان اي لعيب في النادي الاهلي يقف على الكورة كتير كان بيبقى محل انتقاد من رينيه فايلر، او حتى كنا دايما بنتكلم وتفتكروا في بدايه الموسم مثلا على ياسر ابراهيم، ان ياسر ابراهيم كان عنده ازمه في مساله الاستلام والتسليم وكان دايما بيلعب الكره الطوليه، فده الامر اللي ابعده عن المشاركه في بدايه الموسم مع لما كان رينيه فايلر لسه ماسك الفريق جديد. مع موسيماني الامر مختلف. ليه؟ بنشوف النادي الاهلي هو بيعمل البيلدنج اب النهارده من اول دقيقه، حتى الكوره اتخطفت من اجاي هنا وتحولت هجمه على النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي بيحاولوا على قد ما يقدروا يقفوا على الكوره شويه، في تاخر في بطء، يعني الشناوي بيدي الكوره لايمن اشرف بيستلم الكوره وبيبدا يرحل نفسه بيها لغايه لما نزل احمد فتحي. طبعا نادي الوداد عمل في وجهه نظري اكبر غلطه ممكن تحصل في ماتش زي ده، رغم ان هو غصب عنه لازم يعملها عشان طبعا مغلوب 2-0، ولكن ايه هي الغلطه؟ ان هم بداوا يلعبوا الضغط العالي من البدايه خالص، الفريق بدا يضغط على لعيبه النادي الاهلي في الربع او التلت الاخير من الملعب ولغايه لما وصل نفسه ان هو بيلعب على الاوفسايد جيم من تقريبا من نص الملعب، يعني الرباعي الخلفي، واذا حتى الاثنين الفول باكس طلعوا انضموا طبعا الهجوم، الاثنين المساكين كانوا عاملين مسيره تسلل من نص الملعب، وده كان امر خطر جدا 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 مع فرقه زي فرقه النادي الاهلي. تعالوا نشرح مع بعض. النادي الاهلي في بدايه الماتش عمال يحضر الكوره ببطء قوي،
لحد ما كده تحضير مشابه للتحضير بتاع السيتي وبتاع برشلونه. في حته ايه بقى؟ في حته انك عمال تحضر عشان بتقول دايما للفرقه اللي قدامك بتضغط، تعال اضغط عليا زياده، زيد، تعال قرب، وعمال اعمل لك مصياده كده عشان تقع فيها. ايه اللي بيحصل؟ لعيبه الاهلي فعلا كانوا واقفين صح جدا. الوقفه اللي بيتفرج على برشلونه او السيتي بيشوف مثلا ان جوارديولا على وجه التحديد بيوقف لعيبته بطريقه معينه عشان يكسر الضغط العالي عليه ويحول الضغط العالي ده لهجمه مرتده. يعني انا مش هعمل هجمه منظمه ورغم ان الكره معايا وببدا البيلدينج اب بتاعي، لا، ده انا هحول البيلدينج اب بتاعي لهجمه مرتده. ازاي؟ الفريق المنافس لما يبدا يضغط عليا لغايه المسافه دي وغر سبع لعيبة على اقل تقدير لنص ملعبي، وانجح ان انا اقف كويس جدا 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 في نص ملعبي واطلع بالكورة، انا هنا تحولت في التلت الاخير اللي انا هروح ممكن 2-2. كل ده خلاص، كل اللعيبة دي اتحرقت بسبب ايه؟ بسبب اسلوب انا بعمله. وده اللي شفناه من النادي الاهلي، رغم ان اول هجمة خالص في المباراة تحولت ليه هجمة مرتدة النادي الوداد لما خطف الكورة وراحت طبعا للاعب كزادي الكنغولي اللي خد الكوره وشاط كوره كانت لحد ما خطيره شويه على مرمى محمد الشناوي، لكن ما شفناش غيرها في الشوط الاول، ما شفناش غيرها. ربما بس الغلطه اللي غلطها الشناوي لما لعب الكوره واسماعيل حداد كان ضغط عليه فخبطت في رجله وخرجت بره، ربما دي بس اللي فيها شويه خطوره في الشوط الاول. لكن 45 دقيقه نادي الوداد ما عملش على مرمى النادي الاهلي غير الهجمه. طيب على الناحيه الثانيه بقى، النادي الاهلي كرر اللعبه دي كتير قوي، ان انت بتبدا البيلدنج اب بتاع الشناوي ببطء شديد، يعني الهجمه او الكوره لما توصل لايمن اشرف مثلا تقعد في رجله 20 ثانيه ويبدا يظهر له احمد فتحي تقعد معاه 10 ثواني. هوب، اول ما نادي الوداد يبدا يعمل الدبل بريس او الضغط المزدوج لازم يكون هنا في لعيب في ما بين الخطوط ياخد الكوره ويحولها للطرف. شفناها كتير جدا جدا من الشوط الاول والشوط الثاني. العمليه دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتحرق لعيبه كتير قوي من لعيبه نادي الوداد اللي كانوا طبعا طبعا منهكين بدنيا، ودي الغلطه اللي وقع فيها جاموندي. ليه؟ لان فريق الوداد اصلا في ماتش الذهاب كان بدنيا مفيش، مش قادرين بسبب طبعا الموسم عندهم. وكمان نقطه مهمه عشان استعرفها، في ناس على السوشيال ميديا بتقول لي انت كتبت قلت ان الاهلي والزمالك استفادوا من الدوري يعني كملناه السنه دي، رغم ان برضو المفروض الاستفاده دي راحت للوداد والرجاء لان الدوري في المغرب استمر. لكن تخلي بالك نقطه مهمه تخلي بالك منها، ايه هي؟ ان الوداد في ماتشات كتيره في الدوري عنده كانت في لعيبه كتيره غايبه بسبب كورونا، الرجاء برضو كان عنده بعض الغيابات. ايه اللي بيحصل؟ في خمس لعيبه بيريحوا بتاع اربع خمس ماتشات، فالضغط كله بيجي على بقيه اللعيبه اللي صحتها كويسه. النهارده لما جيت وصلت لغايه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لعبتك كلها مفيش، محدش قادر يجري فعليا. واللي شاف حتى الاسبوع الاخير في الدوري المغربي انت بتتكلم ان الدوري خلص في الدقيقه 93. الفرقتين دول واضح جدا جدا الوداد والرجاء قدام الاهلي والزمالك فعلا كانوا منهكين بدنيا، ودي نقطه موسيماني اراها بشكل ممتاز جدا ولعب عليها النهارده، ان انت النهارده وانت بتعمل البيلدنج اب بتاعك تبدا تطول في زمن الهجمه، ما تاثروش على عكس فاير، لا موسيماني عكس، انا عايزك تبدا تطول الهجمه وتلعب ببرود شديد جدا. ده مش انك بتضيع وقت او انت مش عايز تستثمر الفرص، لا خالص، ده انت بتعمل ده عشان تقعد تسحب لعيبه الوداد اكتر. لكن هنا الميزه فين بقى؟ الميزه ازاي تطلع بالكوره وسط الضغط ده. وانس انك طلعت بالكوره اعرف ان انت عملت هجمه مرتده، عملت هجمه خطيره جدا. ليه؟ ان اكيد هتروح 2-3 او حتى 2-2، وده اللي شفناه في الهدف الثاني وشفناها في كذا فرصه للنادي الاهلي بعد ما كان بيخرج بالكوره، لان سرعه ارتداد بقى لعيبه الوداد ثاني لنص ملعبهم كان ضعيف جدا وكان بطيء جدا، ما يقدروش فعلا بدنيا الولاد مش قادرين، محدش قادر يلعب 90 دقيقه قدام فريق قوي بدنيا زي النادي الاهلي. ومين بقى كان افضل حلقه في او حلقه الوصل ما بين الحركه اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ أليا ديانج فعلا بنتكلم على لاعب متكامل يعني بشكل كبير جدا، لعيب ذهنيا دفاعيا بيعرف ازاي يقف، بيعرف ازاي يهرب من الرقابه، وكمان بيطلع منه باس ثرو باس ولا احلى
بلاي ميكر ممكن تتفرج عليه، لعيب متكامل في كل حاجه، عايز تلعبه 6 لعيبه، عايز تلعبه 8 لعيبه، حتى لو جت في بعض الاحيان حد فكر انك ممكن تلعب عمرو السوليه وتلعب حمدي فتحي في نص الملعب وتخلي اليو ديانج بلاي ميكر، اعرف ان اداء النادي الاهلي مش هيتاثر بالتغيير ده، وده اللي شفناه طبعا في هدف حسين الشحات. لكن برضه في الهدف الاول بتاع عمرو السوليه طبعا السلو باس اللي عمله مروان محسن، وطبعا كان فيه شويه جدل على انه تسلق، طبعا اكيد الهدف كان صحيح 100%، شفنا وسط ملعب نادي الوداد مش موجود. ليه؟ لان عمليه الضغط على لعيبه النادي الاهلي مستحيل يعملون، هم تعبانين بدنيا، وبالتالي معظم اللعيبه كانت بتحلق، والتحليق حتى مش تحليق قريب زي ما احنا بنتكلم. احنا دايما بنتكلم بنقول ايه افضل حاجه لاي فريق؟ ان لعيب يضغط واللي وراه بيكونتين بيحلق. لا، فريق الوداد كانوا بيحاولوا في نص الملعب ان هم بس يحلقوا، مش قادرين، فالمسافه كانت بعيده جدا. الامر ده كان بيخلي لعيبه النادي الاهلي بتمرر بسهوله تامه جدا. حتى الهدف الاولاني لعمرو السوليه، عمرو السوليه عامل السلو باس في وسط ملعب نادي الوداد، ورغم ان الرباعي كان موجود وبيحاول طبعا يعمل له الاوفسايد تراب على مروان محسن، ده ما قدروش بسبب ايه؟ بسبب بدني. مفيش الفرقه واقعه بدنيا بشكل كامل، وده وصل للعيبه النادي الاهلي في اول 10 دقائق. ليه؟ لما انا خرجت بالكوره 3 مرات من نص ملعبي بالشكل اللي انا عايزه، عرفت ان انا قدام منافس ضعيف بدنيا، فده بيديني ثقه اكتر واكتر في مساله تمرير الكوره، ودي كانت اكبر ميزه عملها النادي الاهلي من حتى ماتش دار البيضاء. وبالتالي موسيماني استفاد من ايه؟ استفاد من هو عمل تركايه لجاموندي، ان هو سحبه انه يضغط بطول الملعب عليه في المباراه، وقدر ان هو يخرج بالكوره في اوقات كتيره ويعمل هجمات، لدرجه النادي الاهلي طلع فايز في 45 دقيقة بس 2-0، وهي النتيجة اللي كسب بيها 90 دقيقة كانت في المغرب. واكيد طبيعي جدا بعد نتيجة الشوط ده الريتم بتاع لعيبة النادي الاهلي في الشوط الثاني قل كتير، ان خلاص الهدف فعلا كان اتحقق، وشفنا اللعيبة بتحاول قد ما تقدر ان هي تستهلك الوقت، وشفنا حتى الهدف الثالث جه برده بسهولة جدا جدا من ارتقاء ياسر ابراهيم لوحده تماما، هجمة عادية جدا مفيش فيها اي شيء، والفريق بيقدر يجيب الهدف الثالث. فالمباراة فعلا كانت سهلة في وجهة نظري بعد ما النادي الاهلي شاف شكل لعيبة الوداد وادائهم البدني في الشوط الاول. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، فوزوا وتأهلوا للمرة 13 زي ما قلت لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله كامل التوفيق والأمنيات لنادي الزمالك عشان يخطف البطاقة الثانية في الدور قبل النهائي أمام الرجاء طبعا بعد تأجيل المباراة 1 نوفمبر، وإن شاء الله نشوف نهائي مصري بحت في نهائي دوري أبطال أفريقيا هتكون حصلت للمرة الأولى في تاريخ اللعبة. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.